مساء الخير مشاهدينا، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من رايك بصوتك. يوميا بنتقابل من الساعه 6 لحد الساعه 7. موضوع بنتكلم فيه، بنطرح على حضراتكم الساعه دي موضوع بنستنى فيه رايكم وارائكم المختلفه لمده ساعه من خلال وسائل مختلفه، سواء صفحاتنا على الفيسبوك وعلى تويتر رايك بصوتك او النهار اليوم، او من خلال ارقام التليفونات اللي بتظهر على الشاشه لمده ساعه عشان تشاركوا برايكم بصوتكم. يوم الخميس اللي فات الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أعلن خلال مؤتمر صحفي إن عدد المصابين بالاكتئاب في مصر وصل لمليون ونص المليون مواطن. وهنا لازم نفرق بين حاجتين، بين حالة الاكتئاب اللي ممكن مصر كلها تعانيها أو أي واحد في الدنيا يعاني من حالة اكتئاب، وبين المريض بالاكتئاب. ده اللي احنا النهاردة هنناقشه في رأيك بصوتك. اهلا بحضراتكم من جديد. مرض الاكتئاب بحسب ما قال الدكتور احمد عكاشه بيحتل المرتبه الثالثه في نسب انتشار الامراض عالميا بعد الامراض التنفسيه والنزلات المعويه، بل ان امراض القلب هي اللي بتاتي في المرتبه التاليه بعد امراض الاكتئاب. اكد الدكتور احمد عكاشه ان بحلول سنه 2030 هيكون الاكتئاب في المرتبه الاولى في نسب الاصابات والانتشار، بيلي امراض القلب ثم حوادث السيارات وجلطات المخ. النهارده هنحاول مع بعض في حلقتنا نكتشف مع بعض ايه سبب انتشار الاكتئاب. مش مجرد الحاله الاكتئاب اللي هي ممكن تيجي لاي مواطن، لا، هنتكلم عن مريض الاكتئاب، بمعنى المريض اللي بيحتاج علاج من الاكتئاب. هنسالكم ازاي نقدر نكتشف اعراض الاكتئاب وازاي نقدر نواجهها من البدايه، ازاي ممكن نمنع ان حاله الاكتئاب اللي ممكن يمر بيها اي حد نظرا لظروف سياسيه، لظروف ماديه، لظروف اقتصاديه، نظرا لظروف طبيعيه لتغير حتى المناخ، ازاي نقدر من المرحلة دي نوقفها قبل ما تتحول ونتحول معاها الى مرضى بالاكتئاب، خصوصا الارقام بتقول ان الاكتئاب بيزيد مش بس في مصر بل في العالم كله كحالات مرضية. النهاردة هنفكركم باسئلتنا اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي كالتالي: يا ترى ايه هي اسباب الاكتئاب من وجهة نظرك؟ تفتكر ليه النساء حسب الإحصائيات هم الأكثر عرضة للاكتئاب من الرجال زي ما بتأكد الدراسات والإحصائيات الحديثة؟ وأخيرا، أنت من وجهة نظرك الشخصية لو عندك حالة اكتئاب إزاي بتخرج منها وبتنصح الناس بإيه؟ في نصايح كتيرة جدا، زي مثلا ما شفنا في اللقطات الماضية ممارسة الرياضة، الجيم من ضمن الحاجات اللي بتعالج المرض بالاكتئاب، ولكن في حاجات تانية كتيرة جدا هنتكلم عنها النهاردة معاكم ومع المسؤولين في حلقتنا النهارده من رأيك بصوتك. تابعونا بعد الفاصل، ولكن قبله بنفكركم كالمعتاد ان الفقرة الأخيرة من حلقتنا هي فقرة شكوتك بصوتك. أي مشكلة عندك مع أي قطاع، سواء في مكان سكنك، في مكان عملك، مشكلة في الشارع، تحب جدا انك تلقي الضوء عليها أو ان احنا نناقشها، اتصل بينا وعرضها في الفقرة الأخيرة، هنحاول كمان نوصلها للمسؤولين ونناقشها معاكم سواء في حلقات مقبلة أو مع المسؤولين في خلال نفس الحلقة أو في حلقات أخرى. بعد الفاصل في رأيك بصوتك عن الاكتئاب وكيف تتم مواجهته. اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام في حلقتنا النهارده من رايك بصوتك اللي بنناقش فيها الاكتئاب كمرض مش كحاله. يعني الاكتئاب اللي بيصيب المرضى بالاكتئاب، حالة اكتئاب بتتحول إلى مرض بيستوجب العلاج. ده اللي احنا النهارده بنناقشه، بنناقش أسبابه، بنناقش كيفية علاجه، وإزاي نوقف المرض قبل ما يتحول لمرض، بنوقف حالة الاكتئاب. ده اللي احنا هنناقشه النهارده معاكم ومع المسؤولين. تعالوا بعض الأول لما نشوف نزلنا الشارع وسألناكم على رأيكم في الاكتئاب، إيه أسبابه وإزاي نواجهه، ونصيحة ممكن تقدمها لحد مكتئب علشان ما يبقاش مكتئب. نشوف رأيكم كان إيه ونرجع نكمل معاكم. الحمد لله الواحد بيصلي، وبجانب كده بقى الواحد لما بيكتئب بيحط السماعات دي في ودنه ويعيش في عالم تاني. يعني بالنسبه مفيش حاجه تخليني اكتئب، لان كل المستقبل محدش يعرفه اصلا، فبالتالي مفيش فرصه ان انا اكتئب فيها. يعني كل لحظه بعيشها لازم أنا استخدمها في اي حاجه ان انا استمتع بيها، لان كده كده مش فارقه سواء استمتعت او اكتئبت هتعدي. قله الاهتمام،
قلة الاهتمام بيا، وان اكون احس ان انا مثلا انا لوحدي جدا ومفيش حد مهتم بيا. تاني حاجه قلة الرحمه والانسانيه اللي موجوده في البلد، عشان طبعا عايشه في البيت مع الاولاد وبتاع، اما راجل ممكن يطلع بره يروح الشغل يضيع وقته مع زمايله وبتاع، يروح يصلي فرض ربنا في الجامع. اما الست طبعا عشيته النهار مع الاولاد، بس يا ولد بس يا بنت، ده بيذاكر ده ما بيذاكرش بتاع. بس الكليه وامتحاناتها كتير. تاني حاجه مثلا الزحمه والضجه الموجوده هنا في مصر انا عامه، ومش عارف يعني مساله ان دايما محبوس في البيت ومذاكره وكده، بس يعني اكتر حاجه يعني جو الاكتئاب تعيد الشغل، يعني حال في الشارع اللي بنشوفها، تمام، حياه مع بعض الناس، مع بعض التعامل مع الناس، تمام. بس هو دي الحياه الروتينيه ممكن الواحد يكتئب منها يعني، بس بعد الشغل ممكن في واحد يكون في الشغل يبقى مستريح، وفي ناس مش مستريحه. اكيد معوضه اكتر الاكتئاب، عشان العاطفه عندها اقوى من الراجل، وهي دي طبيعه الست يعني. طيب شفنا مع بعض اراء بعض المواطنين عن اسباب الاكتئاب، وعن ليه الاحصائيات بتقول ان السيدات هن الاكثر عرضه للاكتئاب عن الرجال طبقا لهذه الدراسات والاحصائيات. البعض بيتكلم على الشغل، البعض بيتكلم على الكليه والامتحانات، البعض بيتكلم على الدوشه، ناس بتتكلم على الزحمه ان هي بتكون من اسباب الاكتئاب. حالات ممكن تبدا بحاله وتتحول الى مرض، ونسبه امراض الاكتئاب بتزداد يوما بعد يوم، بل ويقال انه في الاعوام المقبله وتحديدا مع العقد المقبل هتكون نسبه الاكتئاب هي المرض الاول في العالم، قبل حتى الامراض المزمنه الخاصه بالتنفس وغيرها من الامور. البعض بيتكلم كمان ان الست ممكن تكون هي السبب او هي اللي عندها اكتئاب اكتر من الرجل، بسبب ان هي قاعده في البيت اكتر، ان هي بتتعامل مع التربيه تربيه الاطفال، او ان هي ما عندهاش فرصه ان هي كمان تروح عن نفسها زي الذكر، وده تحديدا في المجتمعات اللي هي ممكن تكون منغلقه حتى اكتر بكتير من مصر. طيب خلينا نرحب هاتفيا بالدكتور يسري عبد المحسن، استاذ الطب النفسي في جامعه القاهره، نعرف رايه ازاي يتم مواجهه الاكتئاب وايه هو الاكتئاب الاول. دكتور يسري اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك، منورنا. بعتذر عن الاطاله، ولكن كان يهمني تسمع اراء الناس عن تعريفهم للاكتئاب وعن اسباب الاكتئاب من وجهه نظرهم. الاول دكتور يسري حابب اعرف ايه هو الاكتئاب؟ هو الاكتئاب مرض نفسي عباره عن يعني احساس بضيق في يعني جوانب الحياة، إحساس بكآبة في التفكير السوداوي المظلم التشاؤمي، واللي بيبقى بينعكس ده على نشاط الإنسان الحركي، فبيبقى فيه بطء في الحركة، بطء وعدم استعداد في المبادئة في أي أعمال جديدة، وانعزالية وعدم الرغبة في الاستمتاع بأي شيء من مباهج الحياة، والنظرة المظلمة لكل شيء، والبعد عن كل ما هو إيجابي في حياة الإنسان. يعني الناس اللي هم بيتميزوا الأجهزة الحيوية للجسم في الاكتئاب يعني. الناس اللي هم معروف ان هو صفاتهم فيها تشاؤم اكتر من غيرهم، دول بيبقوا اكثر عرضة لان هم يتعرضوا للاكتئاب؟ بالقطع بالقطع. الشخصية الاكتئابية، ايه بقى الشخصية الاكتئابية اللي اكثر عرضة لمرض الاكتئاب؟ الشخصية اللي دائما بتنعي الهم، الشخصية اللي دائما بتنظر الى نصف الكوب الفارغ وما تبصش لنص الكوباية المليان، الشخصية اللي دائما تبحث عن المتاعب، الشخصية التي ترغب دائما في جلد ذاتها وفي النقد، الشخصية اللي زي ما بيقولوا كده ما بيعجبهاش العجب، الشخصية اللي دائما عينها ما توقعش إلا على كل ما هو قبيح، وتبتعد عن أي شيء فيه بهجة أو فيه سرور أو سعادة، دي بنقول عليها الشخصية الاكتئابية. ودي طبعا بتظلم نفسها لأنها زي ما قلت بتبقى عرضة للمرض، وفي نفس الوقت بتقضي عمرها كله في حالة من الشقاء والبؤس وهبوط المعنويات والاحساس بالضيق والملل وكل شيء. طيب دكتور يسري، وهي الدنيا بتبدا تسود كده زي ما قلت، الواحد بيبص للدنيا بشكل اكثر سوداويه، وده اللي بيؤدي الى الاكتئاب او انتشار مشاعر الاكتئاب عند هذا المواطن، وهي الدنيا بتبدا تسود، ازاي يلحق نفسه قبل ما يخش في حاله عميقه من الاكتئاب؟ ده كلام مظبوط. هو اذا بدا يشعر بان هو نشاطه بقى بيقل، تركيزه بيقل، ما بقاش بينتج في عمله زي الاول، وشهيته بتقل للاكل،
رغبته في التعامل مع الناس او الجلوس مع الاخرين برضه بتقل. اول ما يشعر بهذا التغير اللي لم يتعود عليه من قبل يقول بقى ان انا بقيت على مشارف دخول في حاله اكتئابيه. يلحق نفسه بانه على طول يستعين بالله سبحانه وتعالى اولا. يعني برضو نقول ان العباده ويعني التوكل على الله والايمان بالقدر وبالقضاء الله ده مهم. بعد كده بقى بيلجا للاهل وللاصدقاء وللاحباء وبيطلب منهم المساعده. الطلب مش بالكلام وانما بالمشاركه. ممنوع انه ينعزل، ممنوع انه يقفل على نفسه، ممنوع انه يستسلم، انما دائما يتواجد في وسط الناس سواء الاسره او الجيران او القرايب او الاصحاب او كده، حتى ولو كان ده بشيء من المشقه والتعب وغصب عنه وغصب عنه. هناك نقطه مهمه جدا، ما يقولش لما يبقى مزاجي معتدل اروح اقعد مع الناس، اقول لا العكس، انت تروح تقعد مع الناس وانت مزاجك مش مظبوط عشان مزاجك يتعدل ويتظبط. على الناحيه الثانيه، الناس اللي هو بيتقعد معاها علشان انا ما يجيليش اكتئاب، ممكن هم نفسهم يبقوا خايفين ان هم يبقوا قاعدين جنب واحد عنده نسبه اكتئاب علشان ما يتعديش او يجيله اكتئاب هو كمان. فعلا الموضوع ده يعني الاكتئاب مرض معدي ممكن يصيب الناس اللي حواليه؟ الاكتئاب مرض وجداني بيصيب مراكز العاطفه في المخ، وهو مرض معدي بالقطع. مش معدي بقى عن طريق الكروموزومات والجينات نفسية والوراثه وكده، لا، ده هو معدي عن طريق المشاركه الاجتماعيه. يعني هو المكتئب بيشع حاله من الايه؟ من الغضب والثوره والنقد وجلد الذات، وانه دائما بينظر الى الاشياء كلها بمنظار اسود، فتلاقي اللي حواليه بيقلدوه بيتعايشوا معاه بهذا الشكل، وبالتالي بنقول انه العدوى هنا عدوى اجتماعيه وليست عدوى جينيه. هنا ازاي انا اثر في المكتئب؟ ازاي انا اثر في المكتئب مش المكتئب اللي ياثر فيا؟ يعني انا احاول اخرجه بره الحاله اللي هو فيها مش هو اللي يدخلني في الحاله اللي هو موجود فيها. المفروض ان انا يعني اساعد المكتئب بالانشغال، بان انا اشغله، بان انا دائما ابقى متواجد في حياته، واساهم دائما في ان انا القي لي بعض المهام والاشياء وادخله في احاديث فرعيه عشان اشتت انتباهه بعيدا عن التركيز في تفكيره افكاره الاكتئابيه. تمام. طيب خليني اسال حضرتك على الوظائف، يعني هل في وظيفه معينه بتكون اكثر عرضه لان هو يتعرض لحالات اكتئاب عن وظيفه معينه، وظيفه التعامل فيها مع ناس او مع فئه معينه بتخلي الواحد ممكن يكتئب اكتر؟ والله شوف حضرتك، في بعض طبعا بلا شك بعض يعني الوظائف اللي بيبقى فيها معايشه لهموم ومشاكل البشر ومحاوله حل المشاكل وحل الكلام ده، لو انا عندي استعداد وهتعامل بالوظيفه دي بشكل يعني جاد ومركز ممكن ان انا اتعب في وظائف. يعني سبيل المثال اللي يتعامل مع فئه الفقراء ولا في العشوائيات وحل مشاكل الجماهير والكلام ده كله، ما هو بلا شك طبعا بيشوف نماذج بائسه، ولو هو عنده هذا الاستعداد استعداد للاكتئاب هيتعب. مظبوط. بالرغم من انه بيؤدي مهمه ومهنه انسانيه. اللي ما عندوش استعداد وشخصيته صلبه وقويه بالعكس بيستفيد من مساعداته الانسانيه وبيخرج منها سليم بدون ان يتاثر تماما. تمام. دكتور يسري، هل تتفق مع الاحصائيه اللي بتقول ان السيدات اكثر عرضه للاكتئاب عن الرجال؟ بالقطع. هو عشان الاكتئاب ده مرض وجداني بيصيب المراكز العاطفيه في المخ، فهو مرض وجداني عاطفي. وبما ان المراه اكثر حساسيه من ناحيه تعبيرها الوجداني ومن ناحيه احاسيسها الوجدانيه والعاطفيه، فهي تصاب بالامراض اللي هي الوجدانيه العاطفيه اللي منها الاكتئاب، وعكسه تماما اللي هو مرض الهوس اللي هو المرح الزائد.
بعكس الرجل، الرجل يصاب أكثر بالأمراض التي تصيب أولا التفكير في البداية زي أمراض الفصام العقلي وزي. نعم. طيب وبالتالي السيدات يعني بيطلب منهن ان هم يعملوا حاجة معينة مختلفة او اكثر علشان يعالجوا الاكتئاب بالنسبة للرجال؟ اه نسيت بس اقول ان كمان موضوع التغيرات الهرمونية للمرأة وتعرضها مع بداية الدورة الشهرية ومع انقطاع الدورة الشهرية وفي فترات الحمل والولادة وما بعد الولادة دي بتخليها اكثر عرضة، لان الهرمونات هنا بتتغير وبتبقى اكثر عرضة للاكتئاب. يمكن دي اشهر حالات الاكتئاب اللي معروفة حتى. تساعد نفسها المرأة زي ما بقول انا كده. طبعا لا ننسى الاجتماعيات مطلوبة، اداء مهام اسرية ومهام في عملها وبشغلها، عدم الانفراد، التواجد مع الاخرين، خلق جو من الانشطة المختلفة وممارسة الهوايات، دي حاجة مهمة جدا، الأنشطة وممارسة الهوايات وخصوصا الأنشطة الجماعية والهوايات الجماعية. في وجبات معينة بتقلل الاكتئاب بالفعل زي ما بنسمع وبنقرأ؟ هو عشان من الناحية البيولوجية ان الاكتئاب له علاقة بمادة السيروتونين في الجسم وبرضه مادة الدوبامين يعني المهم، ومادة الاسيتايل الادرينالين او النور ابنك. المهم ان دي مواد في بعض الوجبات بتساعد، لكن ما نقولش انها بتخفف. نعم. يعني الخضروات المتنوعه الملونه زي ما بيقول ليها الوان كثيره والفواكه، فدي من الحاجات الخضروات والفواكه اكثر من البروتينات والدهون. البروتينات والدهنيات غير محببه، انما الخضار والفاكهه بأنواعها المختلفة دي بتساعد على الخروج من حالة الاكتئاب، أو بتساعد مع الأدوية طبعا إذا استلزم الأمر بالعلاج بمضادات الاكتئاب، الأدوية المضادة للاكتئاب. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور يوسف عبد المحسن، أستاذ الطب النفسي في جامعة القاهرة، نورتنا من خلال رأيك بصوتك. شكرا على بعض المعلومات اللي طرحتها خلال هذه المداخلة، سواء من أرقام أو من أسباب من أسباب الاكتئاب اللي ممكن يصاب بيه أي مواطن. بنسألك أنت كمان كمشاهد دلوقتي أو كمشاهدة، باعتبار أن السيدات هنا الأكثر عرضة للاكتئاب بحسب الدراسات، واللي بيأكدها دكتور يسري بسبب أن هو مرض وجداني، وبالتالي المشاعر بتكون أكثر عند السيدات، وبالتالي ممكن تتعرض هي أكثر لحالات الاكتئاب. إزاي تواجه أو تواجهي الاكتئاب من البداية؟ ده كان بيوصفه الدكتور يسري دلوقتي. أنت بتعمل إيه أو بتنصح الناس بإيه علشان تبعد عن الاكتئاب؟ الحقيقه ان الوظائف بالفعل ممكن تكون مؤثره، زي ما قال دكتور يسري، ممكن من خلال تعاملك مع شخصيات بائسه كتير تبدا انت كمان تتاثر وبالتالي تصاب بالاكتئاب. التعامل مع الظروف الماديه الصعبه او الظروف الاقتصاديه غير المستقره ممكن يؤدي للاكتئاب، ولكن الفصل ضروري جدا. اكيد الناحيه السياسيه في المرحله دي اللي احنا عايشين بيها بقالنا 5 سنين أو 6 سنين ممكن تكون صعبه، ممكن تكون بتؤدي للاكتئاب. السؤال ده هاخده معاكم ونروح للدكتوره ساميه خضر، استاذ علم الاجتماع، منورانا دلوقتي. استاذه ساميه اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي دكتور ساميه. الاول نبدا بالناحيه السياسيه، هل بالفعل ممكن تكون من اسباب الاكتئاب اللي ممكن يصاب بيه اي انسان بسبب تركيزه في امور سياسيه معينه؟ والله انا عايزه اقول لحضرتك حاجه. هو مش بس يعني الامور السياسيه، ولكن ممكن الامور السياسيه الاقتصاديه العائليه. اذا هناك عدد من العوامل التي قد تؤدي الى الاكتئاب. اهمها ايه دكتوره ساميه؟ طيب دكتوره ساميه معايا؟ طيب فقدنا الاتصال بدكتوره ساميه خضر، ولكن اكيد هنرجع ليها مره ثانيه. كانت بتبدا تفصل أسباب الاكتئاب من عدة عوامل. الحقيقة أن الدراسات والأرقام بتقول أن مرض الاكتئاب اللي هو المرض مش مجرد الحالة بيمثل 18% من نسب انتشار الأمراض المختلفة، وأن مشكلة الاكتئاب أن 70% من أعراضه أعراض عضوية مش أعراض جسدية. مرة تانية هنكمل النقطة دي بعد ما نرحب من جديد بالدكتورة سامية خضر. دكتورة سامية أهلا بيك مرة تانية. اهلا بحضرتك. في حاجه مهمه جدا بس انا عايزه اشير اليها وبعدين نكمل كلامنا. عايزه اقول لحضرتك انه عندنا يعني عالم الاجتماع دور تايم
درس يعني نسبة الانتحار في العالم ووجد أنها تزداد في الدول الباردة، حيث تكون درجة الحرارة يعني تحت الصفر وكمان ما فيش شمس، الشمس بتقل. فيعني برضو ننظر، يعني لابد ان احنا نهتم بهذه الامور، انه الدول اللي بيبقى فيها الشمس ساطعة بيقل فيها الاكتئاب. ولكن هل انه يعني ظروف الثورة ولا النواحي الاقتصادية بتأثر على الانسان؟ طبعا بتأثر على الانسان، ولكن لازم نقول البني ادم ده شكله ايه. بتأثر على الشباب زي ما بتأثر على كبير السن، هل بتأثر على العجوز زي ما بتأثر على الصبي، هل بتأثر على المريض زي ما بتأثر على اللي عنده صحة جيدة. كل ده بيدخل في الاعتبار. ولا ننسى ان احنا دلوقتي في مصر نتيجة يعني الرعاية الصحية والوعي الصحي والغذائي اصبح عندنا نسبة كبار السن نسبتهم عالية جدا. فده برضو ممكن انه ليه دور كبير. كان يعني كنا دائما احنا بنفرح ويعني دائما نقول انه مصر العائلات فيها كلنا مع بعض، وان الاولاد اتجوزوا ولا راحوا ولا جم دائما في حضن ابوهم وامهم. الان نجد ان كثير من الشباب يسافر الى خارج البلاد، فيصبح الاب والام حتى لو عندهم 3 4 اولاد برضو بنلاقي ان هم بيسافروا، فبيبقى الاب والام الى حد ما عرضه للاكتئاب. يعني عرضه طبعا للاكتئاب. ما هو المشكله ان الابن ده ان الابن او البنت دي بيكونوا سافروا اساسا بسبب ان هم حسوا باكتئاب، فلما سافروا بسبب الاكتئاب ادوا الى اكتئاب. لا 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 لا، بلاش ننشر هذه الافكار الهدامه. احنا عايزين نقول لا، ابدا ابدا. يعني بص، احنا فاكرين ان احنا عايشين عندنا اكتئاب وعندنا مشاكل، لكن لو تعرف انه كثير من الدول اللي احنا بنشير اليها انها دول غنيه عندها ايضا كثير من المشاكل جدا. يكفي انك تعرف ان في اليابان الشاب الذي يترك عمله لا يجد عملا، مش علشان ايه؟ علشان ما فيش حد ابدا من الشركات او المصانع ممكن يرحب به. واول حاجه بتسيبت شغلك ليه؟ اكيد انك ان في مشكله. تمام. على فكره عايزين نقول انه دول كثيره جدا مثل فرنسا انجلترا بيبقى فيها يعني مشاكل اقتصاديه خطيرة جدا. ولا ننسى انه ممكن في الدول الباردة يموت الانسان من الجوع، من البرد، من البرد، لانه احنا شوية بس يومين جم في مصر برد، ما فيش لا صقيع ولا فيش يعني جليد، ولا فيش عربيات مش عارفة تمشي والكلام ده كله، والناس متكتكة وقاعدة بتقول الدنيا برد. فما حال هذه الدول إن ما كانش في تدفئة وتدفئة قوية جدا بيموت الإنسان من البرد. بيقول لك نسبة كبيرة بتموت من البرد. وذلك احنا في 73 لما قلنا لهم ان احنا حنمنع البترول على الدول الغربية، وجدنا انه كانت هناك يعني كان عامل مؤثر جدا للحرب. بالظبط. فلازم نحط هذا في الاعتبار، لانه زي ما قال جمال حمدان العظيم، جمال حمدان الله يرحمه، انه في عبقريه الزمان والمكان، وانه الجانب الجغرافي والجانب البيئي له دور كبير، واحنا ما بنهتمش بده على فكره. مظبوط. المشكله والمصيبه ان احنا ما بنحطش اعتبارنا ده موضوع البيئه ولا موضوع الجغرافيا، ولا بنهتم بالعلاقات الاجتماعيه المهمه جدا جدا. العلاقات الاجتماعيه في الخارج، الناس الكبار في السن بيبعتوا لهم دايما اخصائيه اجتماعيه او اخصائي اجتماعي يشوفهم، لازم احيانا كل اسبوع احيانا كل يوم. ولما بيكون في مثلا حد من ما بيعرفش اللغه بيعلموهم عشان يكون جزء داخل دي المجتمع، وليس مهمة يعني مهمة جدا متفردا او انه يكون. نعم. متوحد مع نفسه فيجي له اكتئاب. نعم. دكتوره ساميه خضر استاذ الاجتماع، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا من خلال رأيك بصوتك. في بعض الفئات ممكن تكون معرضة للاكتئاب بسبب ان هي تشعر بالتهميش، وده واضح حتى من حديث
الدكتورة سامية خضر، سواء فئة معينة أو شخص معين بيشعر بالوحدة أو بالعزلة، ده أكيد بيخليه أكثر عرضة للإصابة بمرض الاكتئاب. هي إن كمان اللي بيسبب تأخر التشخيص والعلاج إن لو حد حس بأي مرض عضوي بيروح لدكتور أو أي طبيب غير الطبيب النفسي، هو بيفتكر إن هو الإصابة في هذا العضو، ولكنها ممكن تكون إصابة نفسية أدت إلى إصابة عضوية، وبالتالي بيأخر العلاج. أي مريض بالاكتئاب بيروح لتخصصات مختلفة، وإنه بيحس مثلا بصداع، بيحس بألم ظهر، بيحس بألم مفاصل، بيحس بزغللة، دي كلها من أمور هي من أعراض الاكتئاب على فكرة، ولكن ممكن الواحد يحس أو يفتكر إن هو عنده برد مثلا، فما يروحش لدكتور نفسي وبالتالي بيأخر العلاج. مع تقدم الحالات دي المريض بيصاب بنوبات انعزال وإهمال لنفسه وكسل، وممكن كمان إن هي تصاحبها نوبات تانية زي مثلا السعادة الشديدة، الناحية التانية العكس تماما، وبالتالي هي برضو حالة هياج ممكن تحصل من الحالات، ولكن كلها درجات متفاوتة من درجات الإصابة بالاكتئاب. طيب زي ما قلنا أو زي ما اقترح البعض إن الصلاة مثلا من ضمن الأمور اللي بتعالج النفس أو ممكن تؤدي إلى الابتعاد عن الاكتئاب، ممكن إن أنت تجتمع مع الناس ده بيعالج اكتئاب. في حل تالت بقى والناس دايما بتقترحه وفي ناس بتطبقه بالفعل، هو الرقص. أيوة فعلا الرقص ممكن يكون زيه زي الرياضة من ضمن الحاجات اللي بتعالج الاكتئاب. عشان كده معانا هاتفيا الأستاذة ياسمين الشرقاوي، هي خبيرة رياضية ومدربة الزومبا. الزومبا بتعالج من ضمن أمراض أو بتعالج أمراض الاكتئاب. أستاذة ياسمين أهلا بيكي. أهلا بيكي يا فندم. منورانا يا فندم. ميرسي، ربنا يخليك، ده نورك. الاكتئاب في ناس بتعالجه بالرقص، إزاي الزومبا ممكن تعالج بالفعل الرقص؟ هقول لك حاجه، هي اصلا في دلوقتي ترند عالمي كبير قوي ان هم بيستخدموا جميع انواع التعبير الحركي اللي هو يندرج تحتيه الرقص، في ان هو بيساعد جامد قوي في حالات الاكتئاب، وان هو بيساعد كمان على انقاص الوزن، لان مجرد ان انت بتتحرك وبتعلي هرمون السعاده في جسمك عن طريق سماع الموسيقى فده بيأثر عليك جامد قوي، بيأثر على معدل الحرق بتاعك، فبتدخل في مرحله ان انت في البيرنينج زون اسمها، فبنسميها ان هي معدل الحرق القوي جدا. تمام، علشان كده اخترعوا علم جديد او اخترعوا حاجه جديده في الرياضه اسمها الزومبا. الزومبا دي ميكس بين الفتنس وعلى ايقاع ايقاعات الميوزك اللي هي بتتعمل عليها الرقص، زي السالسا والرومبا والمرنجي والحاجات دي كلها اللاتين اللي هي كلنا بنحب نسمعها وبنتعامل معاها. فانت بتعمل حركات رياضيه، حركات فيتنس كلها، زي السكوات، زي اي حاجه بقى فيها بتشتغل على عضله القلب اللي هي فيها بتعلي معدل الحرق، بتعملها على الموسيقى اللي هي المبهجه اللي انت بتحبها دايما وبتحب تسمعها في عربيتك حتى وانت ماشي او وانت بتجري وانت بتتمشى وانت في اي حته، فجمع بين الاثنين، فده بيعلي. يعني انت بتخرج من الكلاس دايما بتاعك ده او من الساعة اللي انت بتعملها، تخرج دايما بتبقى مبسوط، تخرج بتبقى حاسس ان انت عملت مجهود رياضي، وفي نفس الوقت اتبسطت بسماع موسيقى دي. تمام. في اقبال عند الناس بالنسبة لحضرتك مثلا كمدربة زومبا، ان هم عارفين اهمية الرقصة زي دي ان هي تعالج الاكتئاب؟ في قبال كبير جدا، وابتدت تنتشر قوي في مصر دلوقتي، وابتدى في مجموعه كبيره قوي من الناس فعلا ابتدت تبقى مدربين محترفين للزومبا، مش بس في العالم. يعني هو كان لو قلنا لغايه السنتين اللي فاتوا كانت الدنيا لسه قليله قوي عدد المدربات، السنه دي الوعي ابتدى يعلى قوي لان كمان الناس ابتدت تطلبها جامد قوي. المشكله الوحيده بس ان في بعض الناس بتطبقها غلط، ما بيبقاش عندهم، لان هي فتنس مش رقص، هي بتندرج تحت ان فيها ايقاع رقص لكن هي مش رقص. ففي بعض الناس للاسف بتبقى مش عندها الخبره الرياضيه ان هي تعمل الحركات صح، فده هو اللي بيخلي الناس تدخل في مشكله ان هي ممكن تحصل لها اصابه او حاجه. لكن غير كده هي الزومبا نفسها لا، هي سيف 100%، ما فيهاش اي احتمالات لان حد يتصاب فيها طول ما انت بتعمل الحركه صح جدا. طيب كمدربه بقى زومبا بتبقي اقل عرضه من للاصابه بالاكتئاب؟ يعني ما بنحسش ان انت ممكن يجيلك اكتئاب زيك زي غيرك من الانسان اللي ما بيتدربش؟ يا فندم اصلا الرياضه نفسها هي بتعلي دايما هرمون السعاده عندك، وبتخليك دايما بتطلع الطاقه السلبيه وانت بتتمرن، فدايما بتشحن جسمك على طول بطاقه ايجابيه. فما بالك انت اللي بتدرب السعاده للناس، فانت لازم تكون دايما في حاله سعاده يعني على طول. لو انا باخد بستقبل منهم الطاقه السلبيه عشان اطلع لهم الطاقه الايجابيه اللي عندي، فانا لازم اعرف ازاي بعد كده امرن نفسي ان انا اخرج الطاقه دي.
انا بشكرك شكرا جزيلا ياسمين الشرقاوي الخبيره الرياضيه ومدربه الزومبا، نورتينا من خلال رايك بصوتك. يبقى احنا كده نستفيد حاجه مهمه جدا الحقيقه من موضوع الاكتئاب وكيفيه علاجه او ازاي نواجهه. النصايح سمعناها سواء منكم او سمعناها كمان من خبراء، سواء من اطباء نفسيين او من اساتذه في الاجتماع او حتى من مدربين. الرياضه مهمه جدا، الحركه، طول ما انت بتحرك جسمك، طول ما انت بتعمل رياضه بتبذل مجهود بتطلع طاقه، الطاقه دي ممكن تقضي على اي اكتئاب حتى وان كان في البدايه قبل ما يتحول الى مرض يحتاج بعد كده الى علاج، وده بتزيد نسبته من بلد لبلد وعمال ينتشر عالميا بسبب عدم الاهتمام بمواجهته من البدايه. في ظل ظروف زي اللي بنمر بيها او زي ما بتمر بيها اي بلد من البلدان العربيه او في المنطقه بشكل عام، سواء من ارتفاع اسعار، من جمارك، من اي مشاكل سياسيه ممكن يمر بيها الانسان، فانت لازم تواجهه بنفسك، تحاول تفصل. ممكن تكون الظروف صعبه، لكن ازاي انت ما تضرش نفسك في النهايه وكفايه اللي حواليك. ده اللي احنا هنناقشه النهارده وبنناقشه بالفعل. تعليقاتكم هتكون معانا بعد الفاصل، بالاضافه للفقره الاخيره هي فقره شكوتك بصوتك. من دلوقتي اي حد عنده مشكله اتصل بينا اعرضها، طبعا سواء كانت فيها اكتئاب او موضوع تاني خالص، موضوع شخصي، حد عنده اي مشكله يحب ان هو يوصلها للمسؤولين يتصل بينا بعد الفاصل في شكوتك بصوتك من رايك بصوتك. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في الفقره الاخيره من حلقه النهارده، فقره شكوتك بصوتك. لو عندك اي مشكله اتصل بينا واعرضها على المسؤولين على الهواء مباشره. معانا على التليفون استاذ محمد برغوت، عنده مشكله من البحيره. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشكله دي بخصوص التطعيمات الدوريه في الوحدات الصحيه، التطعيمات الدوريه لتلاميذ المدارس. من حوالي شهر ونص كان في احد التطعيمات الدوريه اللي بتقوم بها الوحدات الصحيه المنتشره في القرى يا فندم. فالمهم التطعيمات دي لم تغطي جميع التلاميذ، في عدد كبير من التلاميذ لم يتم تغطيتهم بالتطعيمات الدوريه اللي بتقوم بها الوحدات الصحيه. ده كان تطعيم ضد مرض ايه يا استاذ محمد؟ احد التطعيمات الدوريه، مش فاكر اسم المرض يا فندم، بس هو التطعيم ده تطعيم دوري بيتم اجراءه لتلاميذ المرحله الابتدائيه بالمدارس. تمام. لم يتم تطعيم الكل، يعني تم تطعيم عدد معين والباقي ما شملهمش التطعيم. الباقي لم يشملهم التطعيم يا فندم. ليه؟ وبعدين احنا رحت للوحده الصحيه عشان اسالهم. كان معايا احد الاطفال، احد التلاميذ اللي ما اتطعموش، فقالوا لي احنا مش هنفتحوا جزازه واحده، مش هنفتحوا جزازه عشان بنت. لان الزجاجه الواحده تكفي 10 تلاميذ، فهم قالوا البنت ديت اللي موجوده مش هينفع نطعمها النهارده. تمام. فسالناهم ايه المشكله بالظبط عندكم، فقالوا لنا التطعيمات التي ترد من الوزاره غير كافيه. غير كافيه. وجدت ان في مدارس في المنطقه، في مدرسه عرفان الابتدائيه 70 تلميذ لم يتم تطعيمهم. مدرسه الروضه الابتدائيه 134 تلميذ لم يتم تطعيمهم. مدرسه العرب الابتدائيه في 59 تلميذ لم يتم تطعيمهم. طيب استاذ محمد، يبقى هم كده مشكلتهم ايه؟ ان العدد ما ينفعش يتفتح ازازه واحده على طالبه واحده، ولا ان العدد كبير في مقابل كميات قليله من التطعيمات؟ المشكله فين دلوقتي؟ العدد كبير يا فندم في مقابل عدم كفايه التطعيمات التي ترسلها الوزاره للوحدات الصحيه. التطعيمات غير كافيه التي ترسلها الوزاره يا فندم. وبعدين طيب. الحق في العلاج هو احد الحقوق التي يضمنها الدستور مزبوط. ويؤكد عليه. وابسط شيء في الحق في العلاج هو حصول التلميذ في المرحله الابتدائيه على حقه في التطعيم. إذا التلاميذ الذين لم يحصلوا على الحق في التطعيم ما ذنبهم؟ طيب خليني أسألك، يعني في مدرسة واحدة، هل في مدرسة واحدة عدد من الطلاب حصل على التطعيم وعدد آخر لم يحصل، ولا في مدارس كاملة ما حصلتش ومدارس حصلت؟ في يا فندم المدارس الموجودة بعضها حصل على التطعيم وبعضها لم يحصل على التطعيم. طيب. داخل المدرسة الواحدة. طيب وانت لما سألت قالوا ان السبب ان مفيش تطعيمات كفاية في المحافظة. السبب ان مفيش تطعيمات كافية. التطعيمات التي ترد من وزارة الصحة غير كافية يا فندم. ولذلك فاحنا بنطالب السيد الاستاذ الدكتور وزير الصحة بالعمل على توفير التطعيمات بأقصى درجة ممكنة، بأقصى سرعة ممكنة.
تمام. لان دول التلاميذ دول اولادنا واولادكم. صح. وانت اتكلمت في حاجه ان الموضوع الدستور بيكفل ليك الحق في العلاج. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد برغوت من البحيره، حديثه عن التطعيمات، وهو بيوجه رساله الى وزير الصحه الدكتور احمد عماد الدين بتوفير التطعيمات علشان ما يبقاش في طالب اتنسى انه ياخد العلاج او انه ياخد التطعيم، وبالتالي ممكن يتضر او يكون اكثر عرضه من غيره ان هو يتعرض لاي مرض بسبب ان هو لم يحصل على التطعيم في مرحله معينه، وهي المرحله الابتدائيه باعتبارها مهمه جدا هذه المرحله للحصول على التطعيمات المختلفه. طيب كان في مشكله الحقيقه اتبعتت لنا على صفحتنا على الفيسبوك، هنبقى نقراها لو امكن، كمان ممكن نبقى نتواصل معاهم على صفحتنا على فيسبوك او نتواصل معاهم هاتفيا عشان نعرف ايه المشكله بالظبط. كان استاذ عمرو علي الصحفي هو اللي بعت لي المشكله، بيقول ان هي سيده ابنها عنده 6 سنوات، قام 2 شباب سنهم 14 سنه باغتصاب الابن، وتسبب ده في تهتك فتحه الشرج. العيال يعني معمول لهم ضبط واحضار، لكن في تقاعس في كده لان قرايبهم ضباط. هو بيقول ان يعني في مشكله، وان كمان برغم من ان الطب الشرعي اثبت الواقع. طبعا دي كارثه لو بالفعل الموضوع واضح، ولكن احنا هنتواصل مع ام الطفل عشان تبقى معانا على التليفون، بما انها معانا رقمها هتطلع معانا في الحلقه المقبله. معانا على التليفون استاذ رشاد عثمان من الفيوم. استاذ رشاد اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك يا فندم؟ بخير يا فندم، اتفضل. الله يكرمك يا فندم. فندم حضرتك دلوقتي احنا في قريه اسمها كحك بحري، طبعا محافظه الفيوم. كحك بحري؟ نعم. كحك بحري؟ ايوه يا فندم، طبعا مركز يوسف الضيق، مركز يوسف الضيق محافظه الفيوم. تمام، اتفضل. حضرتك احنا عدد تعداد القريه يعدي فوق ال 100,000. المشكله يا فندم دلوقتي ان احنا عندنا وحده صحيه، يعني يا ريت ان مش موجود اصلا وحده صحيه غير متكامله ما فيهاش اي حاجه خالص. يعني ما هي كده مبنى وحده صحيه في الجماعه وكل شيء، بس دكتور حضرتك اللي بيجي دكتور امتياز، يعني شغال كل حاجه. واحد متعور يخيط له، واحد بيكشف عليه، وكل اللي موجود في الصيدليه بتاع المستشفى حضرتك اللي هو البرشام السلفه اللي هو بقاله 100 سنه تبع وزاره الصحه ما اتغيرش، هو الشريط الابيض اللي بيتعطل. كل مريض، كل مريض بيدخل الوحده الصحيه بيقطع تذكره بياخد البرشام اللي هو الابيض ده زي بتاع الفلوريست بتاع زمان حضرتك. تمام، يبقى يعني انتوا بتشتكوا استاذ رشاد في محافظه الفيوم تحديدا في كحك بحري في محافظه الفيوم ان عدم وجود الاحتياجات الخاصه بالصحه، يعني في مشكله صحيه في الوحده ما فيهاش امكانيات متاحه لعلاج المصابين وعلاج المرضى، ما فيش اي امكانيات، وبالتالي هي رساله ايضا موجهه الى وزير الصحه ووزاره الصحه بالكامل عشان تتواصل مع المسؤولين في وزاره في محافظه الفيوم. بكره ان شاء الله على اي حال حلقه جديده من رايك بصوتك، هنناقش فيها موضوع جديد، هنناقش فيها قضيه جديده، وكمان هيكون فيها شكاواكم اذا اردتم في الحلقه او في الفقره الاخيره من حلقتنا. حتى نلتقي باذن الله، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وابعدوا عن الاكتئاب. الى اللقاء.